نروح لخبر كمان وتوابع حروب منتخب الكونغو الديمقراطيه والخساره قدام المغرب برباعيه في جوله الاياب. تقدم هكتور كوبر المدير الفني الارجنتيني باستقالته من قياده منتخب الكونغو بعد توديع التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022 في قطر. طبعا احنا عارفين ان كوبر تولى القياده الفنيه لمنتخب الكونغو في مايو اللي فات، وصل المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم. كشفت تقارير صحفية عن تقدم كوبر باستقالته، ورفض أصلا فكرة تمديد تعاقده، وأشارت كمان وفقا للصحفي الأرجنتيني سيزار لويس إلى أن كوبر أبلغ مسؤولي الاتحاد الكونغولي باستقالته امبارح يوم الأربعاء، وأوضح التقرير تأييد وزير الرياضة الكونغولي تمديد تعاقد كوبر مع الفريق. طبعا كوبر استقبل عدد من العروض المقدمة للحصول على خدماته خلال الفترة اللي جاية. تفاصيل بقى العقود دي أكيد أول ما نعرف التفاصيل أكيد هنكون هنا موجودين معاكم ونقول لكم التفاصيل دي.